قضيه ديال الريتم اليومي كما كتسمقوا سمقوا يعني ان كل ما يعني ما داروا ما يسكر يعني سيرتو تي مغارين السكر انت ما داروا ما يسكر ما يسكر يسكر تلجا الروتين اليومي باش يسكر نسبه المشاهده. يعني الروتين اليومي ماشي كي غضي الدنس وانما يعني الدرس اللي كان المحتوى كان حاجه ديك اخلاقيه يعني ماشي ديك الحرج على الاطار اشكون سمقوا الغيلاد يعني الروتين اليومي سيرتو تي مغارين السكر التبرج السكر يعني الحاجه واخا الا للادب خصا يعوق الا الروتين اليومي تيسكر بنادم يقول لي زوج عشق اليوميات ولكن كيسيلي الاخلاق شكون كي مادام مجتمع غربي يقى متحفظ خصا زوج دغيا نوري لا تسمقوا القضيه اللي زي لي زي توبور لي زي توبور سي القضيه انت فول كي تنتات ولكن الموضوع اللي في الدار هو البنادم خصا اي سنه فيس ولا يعني موضوع الساعه اللي غير يستافد المشاهد ماشي من هبه وهذا بيت ويسكر يسكر مدى 60 ترى موضوع ولقيتي السنه كوالو فهمتي خص الخير كل موضوع يعني الدرس ليه المحتوى باش المشاهد يستفد هذا اسمه قرص اسمه قرص كثير خيرنا. اولا بالنسبه للقضيه ديال لي شين يوتيوب وهذا ما غاديش نهضر على روتين اليومي حيت ما حتى الاسم ما صراحه ما بغيتش نهضر عليه حيت هو روتين اليومي انا غادي نجي غنعاود القصه ديال حياتي للناس وغنبقى ندخلهم لداري انا شتي كونتر دوسا مزيانين كاين دي شين يوتيوب اللي هما مزيانين كاين الناس اللي هما بصراحه كيعاودوا شي حوايج ولا كيهضروا على ظواهر ولا كيهضروا على الحوايج اللي خصنا نتعلموا منهم حتى ولادنا اللي شافوهم وبزاف ديال الاكسبيرونس اللي خصنا نتعلموا منهم ومزيانين يعني كاين دي شين اللي انا كنشجع وكنشجع اي واحد عنده شي كونسيبت زوين عنده حاجه ما يقولها يدير شين ولما لا ولكن داكشي ديال الروتين اليومي ونصور راجلي ونصور مرتي وداكشي سو كونتر دوسا وما كنتمناش لا للمغاربه وما كنتمناش نعيشوه وما كنتمناش انه الناس يوريوه لولادهم ويشوفوه راه خص الناس يعرفوا واحد القضيه ها انت اليوم راه غادي تخدم في سوغ انترنيت غادي توري داك الشيء وغادي تعيشي معنا في دارك وغادي تفرجوا فيك المغاربه حيت دابا راه الانترنيت باختو اليوتيوب باختو ولكن راه من بعد راه مع الزمن مع الوقت راه غادي يجي ولدك غيتفرج في مو انت غتفرجي في راسك واحد الوقت يوم لا ينفع الندم ما غاديش شاطر تمسح داك الشيء غترجع تحيد داك الشيء ما سو كونتر دو سون المغاربه ما خصهمش يمشيو في هذا الاطار هذا الوغ لما لا ما نمشيوش في حوايج اخرين من اي واحد عنده ما يقول عنده شي حاجه لما لا نشجعوا بعضياتنا ولكن في حاجه اللي كونسيبت اللي غتنفع المغاربه وغتنفع اولادنا وغتنفعنا في المستقبل وصافي هذا الشيء اللي عندي نقول في هذا اي كاينين بزاف انا كاينين دي شين مثلا بحال سيخ الراز بحال الناس ديال سوسنيد بحال فيصل بحال بزاف الناس اللي كيوريو شي حاجه كيسافر لبلاد اخرى كيوريك كتبغي تقلب على شي حاجه كتدخل تقدر تشوفه هو تتعلم منه تشوف شنو التجربه اللي خاضها هو كاين شي حوايج اللي بزاف كاينين زوينين ولكن ذاك الروتين اليومي انا غير الكلمه قلتيها ليا ما كنحمسش ديك الكلمه وما كنتمناش نعيشها لا انا لا ولادي لا عائلتي لا اي واحد وكنعيا ما ننصح وفوالا هما كاينين زوينين كاينين اللي كيبغيو غير عاد كيبغيو يديروا البوز على والو طالعين وصافي والناس اصلا كيبغيو هذاك الشيء اللي شفتوها وصافي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.